تعالوا النهاردة نعمل مشروب البرتقال، يلا بينا. هتجيب برتقالة بعد كده هتقطعها او هتقشرها عادي خالص، وانا مش احسن واحد يقشر برتقال، لاني عندي مشكلة كده وانا بقشر البرتقال اكني بالظبط كده بقشر برضو بطاطس، ان انا باكل البرتقال ذات نفسه او باكل من البطاطس ذات نفسه، فتبقى البطاطساية قد كده وانا بعد ما اقشرها تبقى قد كده، والبرتقال برضو نفس الكلام. فنشوف كده هنقطعها ازاي يعني. حانت اللحظة الحساسة، عين حانت اللحظه الحاسمه. يوالا والله العظيم فنان في تقشير البرتقال. مفيش مانع ان احنا ناخد فصايه كده واحنا شغالين كده وناكلها يعني. طيب تمام، قطعناها كده عادي خالص او قشرناها. وبعد كده هتجيب الخلاط بتاعك الجامد الجميده ده، خلاط طبعا موجود دلوقتي في البيج اللي هسيبها لك تحت في الكومنت، جامد جدا جدا حرفيا، ويعني انا اعلنت عنه كتير، اكيد انا كل شغلي بيه اصلا، فلو انت حابب تشتريه موجود دلوقتي على البيج دي، وكمان معاه كمان هديه والتوصيل كمان تمام لمصر كلها، يعني لو انت عايزه هسيب لك اللينك بتاع تحت في الديسكربشن. طيب بعد كده هتجيب برتقاله وتقطعها حتت وتحطها في الخلاط ده، مفيش مانع انك تاكل واحده تاني يعني عادي، يعني تفريحة يعني تفريحة، فيش مانع انك تاكل واحد تاني وانت بتشغال برضو عادي، برضو تفريحة برضو. تمام ده كده بقى شكله. هجيب شوية مية حطهم في الخلاط. تمام جدا، تعالوا نسمع احلى صوت في الدنيا، وريني يا برتقال. بس وقفلي بقى هنا، ليه الخلاط عامل كده؟ وانا قصدت واصريت ان انا اجيب الحته دي في الفيديو، طبعا الفصوص طبعا بتاعت البرتقال المفروض اللي هي كبيره يعني وتخينه، فالخلاط ما قدرش ان هو يخلطها، فانا رحت رجعت الحاجات دي كلها تاني في الطبق، وبعد كده قطعتها حتت صغيره، وبعد كده حطيتها في الخلاط. وانا اصريت ان انا اقول الحته دي في الفيديو عشان الناس اللي بتشتري الخلاط، عشان ما تقولش ان هو بيخلط مثلا التلج والكلام ده، انا عمري ما خلطت بيه تلج، عمري ما خلطت بيه حاجه جامده جدا. الخلاط ده اللي هو بتاع العصاير والفاكهه اللي هي الجوسي او الفاكهه اللي هي الطريه جدا. نكمل بقى الفيديو، تعالوا نسمع احلى صوت في الدنيا. تمام كده خلطناه مام، وبعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا الجميله، وهتجيب صوص البلو بيري. فين صوص البلو بيري؟ صوص البلو بيري اللي هو الماجيك ده. اكادومين فرط الجمال، فرط الجمال ازوبو. تمام ده بقى شكله، وهتجيب حبة تلج، وطبعا انا عارف طبعا من قبل ما اقلب التلج ان التلج كله هيقع والمية هتقع عليا، والحياة اصلا انا مش عارف الحياة بتعمل معايا جدال، لسه بتكلم. تمام حطينا التلج، نجيب بقى ايه العظمة دي ونصبها على صوص البلو بيري. اكادو من فرط الجمال. تمام ممكن كمان ايه نحط كمان ايه حبة جدا كمان بلو بيري من فوق. ده بقى شكله برتقال بسوس البلو بيري، تعالوا بقى ايه ندوق العظمه دي. كمصداقية الموضوع فرق جدا جدا بعد ما حطيت سكر وصفيته، يعني انا مفروض يعني حطيت اللي من الخلاط جل على طول هنا، يعني هو كان تمام الطعم حلو جدا جدا، ولكن التجربة ذات نفسها ما كانتش عجباني، ولكن بعد ما صفيته من اللي هو بقى البرتقال والكلام ده يعني، وبقى مية عادي خالص، وحطيت كمان عليه كمان سكر، الموضوع فرق جدا جدا، وبقى طعمه احلى بكتير خالص حرفيا. فوانت بتجربه لازم تصفيه بعد ما تخلص، يعني بعد ما تخلطه والكلام ده تصفيه بقى وتحط عليه شوية سكر، لان الموضوع هيفرق حرفيا معاك جدا جدا. وكملوا فيديو. الناس اللي هي بتحب الحاجات المسكره والكلام ده مش هيعجبك، عشان انت لازم تحط عليه سكر، فانت لو حطيت عليه سكر هيبقى جامد جدا جدا، ولكن هو طعمه برتقال فريش عادي خالص خالص، وعليه صوص البلو بيري، ولكن البلو بيري مدياه كده حلاوه جامده جدا جدا، تحس انت بتشرب حاجه منعشه جدا جدا. اعطيله كام؟ اعطيله 9/10 لو انت بتحب الحاجات المنعشه جدا جدا، او الحاجات اللي هي الممززه يعني، جامده جدا جدا. طبعا لو انت طبعا هتعمله ما تنساش طبعا تنزله على انستجرام طبعا في الستوري والكلام ده، وتعمل لي عليه منشن، هسيب لك اللينك بتاع الانستجرام تحت، وهسيب لك لينك الخلاط برده تحت في الديسكربشن انت عايز تجيبه. وطبعا شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه، بيكو هنقدر، ما فاضلش كتير خالص على فكره. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.